الإخوان، السلام عليكم. اليوم واحد المعلومة جديدة، واحد المعلومة قيمة، غنهضر على هاد الكوكوتش. هادي فيها واحد العيبة بحال هكا. هادي إلا تخلقت لك، راه قدر الله ضرد انفجر ودير شي كارثة. المهم غادي نوريكم الطريقة اليوم إن شاء الله كيفاش دير تنقيها وتقدى وتولي خدامه كما كانت في الاول. دابا راكم تشوفوا معايا، انا راه عاصيه، راه ما كتبغيش تخرج، راه كل يوم هاد الوسخ وهاد الرواسب. المهم غادي نمشيو خطوه بخطوه ونشوفوا كيفاش غادي نديروا ليها. قبل ما ندوزوا لهنا غادي نديروا المسامر لهاد اليدين، نديروا اليد هنايا وندوزوا الخدمه ديال هاديه ان شاء الله. غادي نسحوها ونوريكم الطريقه كيفاش غديروا. انا الاخوان بعد ما درنا ليها اليدين هذه سالينا من ناحيه له، كندوزو الاهم المهم. نهضروا ان شاء الله على هذه البياسه. هذه البياسه كتخدم الدار الترموستا. هذه هي ملي كي يوقع الضغط هنا لداخل. مثلا نعطيو مثلا الى درتيها خدمتها هنايا والضغط اللي كان داخل مثلا واحد بار، هاد البياسه هادي هي كتهز، هادي كتطلع بحال هكا وكتخرج زياده. مثلا كيبقى لك واحد بار لداخل باش هادي ما كطرطاش، كدير شي كارثه. هذا الدور ديالها. دابا غادي نحلوها. طريقه الحلان ديالها سهله كما كتشوفوا معايا هنا. راه عندها الفيلطاج هنا في البلاصه هادي. كتجيب شي بانس ولا شي لقاط، كتزير عليها هنا من الفوق بشويه ما جرحهاش، وكتدور بحال هكا الحركه وكتحل واحد جوج دورات بحال هكا وكتحل. غادي نحلوها ونشوفوها من الداخل كي دايره ونشرحوها ونقدوها. من بعد ما حليناها كما كتشوفوا معايا هنا، ها هي هذه هي البياسه اللي غادي نشرحوا اليوم واللي غادي نهضروا عليها. كما كتشوفوا معايا هنا كيكون عندها رسول، كيكون عندها واحد الجلده واحد جوان. ومن هنا هذه هي البياسه ديالها. بلاتي ندير الفلاش شد بالكم مزيانه كما كتشوفوا معايا. هذه هي الاخر، وهذوما هما الصمامات اللي كيخرجوا الريح من هنا من التحت. ملي كتهز السلك كتهز الترموستا كتخرج الاخر من هنا. المهم شنو غادي نديروا ليها؟ غادي نجيو نديروا شي كلينكس بحال هكا وغادي نقيوها مزيان، نحيدوا هذيك الوسخ وداكشي ونقيو هذه البلاصه هذيا ونفتحوا هاد الصمامات هادو بشي ابره ولا بشي حاجه يوليو خدامين. وغادي نديروا ليها شويه ديال الزيت وغادي نشدوها. المهم انا غادي نقي ونشوفوا المراحل كامله كي دايره. انتم الاخوان بعد ما نقيناها وليك الشيء اللي خرجنا منه، نقينا هادي من الداخل. المهم اهم حاجه ردوا البال من هاد الجلده اللي كتكون هنا. هادي ردوا ليها البال وخاصها تكون مازال هنا. التركيب كتركب بحال هكا. المهم دابا غادي نديرو ليها الزيت باش الرسول يولي يطلع ويهود، يولي يخدم بحال الدور ديال المونتيسور كما كتشوفو معايا هنا. انت ملي كيوقع الضغط لداخل كتكينا على هاد البياسة هادي وكطلع. المهم نديرو ليها الزيت ونشدوها. هنا الإخوان بعد ما شديناها كما كتشوفو معايا هنا، هي خدامة راه كطلع وكتهبط. اذا دابا راه مزيانه اومارش. بالنسبه للحلان ديالها كاين اللي عنده 0.17 كاين اللي عنده 14 الا بغيتي تحلو. هادشي اللي عندنا في الفيديو هذا ان شاء الله. عجبتك المعلومه ما دخلش علينا بجيم، شي كومونتير زوين. كنت مازال ما مشتركش اشترك ونتلاقاو ان شاء الله في معلومه جديده وفيديو جديد.